مرحبا بكم أيها الإخوان مرة أخرى في قناة كويرية في الذاكرة. مرة أخرى تأخذنا الأقدام لنحط الرحال بمدينة سيدي الغليمي، مدينة سطات، ليس من أجل زيارة الضريح ولكن للحديث مرة أخرى عن عباقرة النهضة السطاتية. واليوم غادي نخصو الحلقة للاعب تميز بالنجومية بالقوة البدنية، سميناه في عهده بالعود. إنه العود حانون، أو كما يسميه أبناء سطات حنون. حنون في الصورة، ثانيا في الوقوف، ثاني الوقوف من على اليسار. حنون العود، اللياقة البدنية الهائلة، القذافات القوية. ما غاديش نبالغ ونقول بأن اللاعب حنون كان كيفرج داخل الملعب وخارج الملعب. علاش؟ غادي نفسر لكم. ديما كنتكلم على فريق النهضة السطاتية في السبعينات، وعبد ربه كنت ما بين الطلبة ديال مدينة سطات في تلك الحقبة. وحنا الطلبة كنا بما يسمى جمهور العباسية. جمهور العباسية هو داك الجمهور اللي ما عندوش التذكرة ديال دخول الملعب. كنا كنمشيو لواحد هضبة. كيفاش حنون كيفرج داخل الملعب وخارج الملعب؟ كيفرج الجمهور اللي داخل الملعب، القذافات القوية والحرث، حرث الملعب البلدي طولا وعرضا، مرة في الدفاع مرة في وسط الميدان، وكان بعض المدربين اللي لعبوه كقلب هجوم. كيفاش حنون كيفرج داخل الملعب وخارج الملعب؟ فهذيك الهضبة اللي كانت المطلة على الملعب البلدي بسطات، فحنا كنا كنلتجئ لها. كان كيتسلق الأشجار، وكنا كنتابعوا المقابلة من خارج الملعب. وكنا حنون ملي كان كيشبر مع الكرة كانت كتسمع من تلك الهضبة اللي كنا كنتفرجوا فيها. وكنا كنتابعوا القذافات ديالو اللي كتمشي، سواء قذافات صاروخية، إما إلا كان الحراس المرمى عندهم الحظ كيتمكنوا من الرد ديالها، أو كتفوق بعض السنتيمترات المرمى. كان كيفرج داخل الملعب الجمهور اللي أدى ثمن التذكرة وكيتفرج مباشرة من البيلوز ومن التريبين، ملعب صغير. وكنا كنتفرجوا حنا أصحاب العباسية من فوق الهضبة، كنا كنتابعوا. كانت كتبان لنا شبكة واحدة، لأن ملعب البلدي بسطات كان في الدخلة ديال مدينة سطات من جهة الدار البيضاء، وكان قرب الطريق الرئيسية رقم 9. وحنا كنا كنلتجئوا لتلك الهضبة، وكان ننتظروا ديك الربع ساعة الأخير اللي كيخصو لنا باش ندخلوا، وما كانش كيكفينا. لأن يلا كتدخل كتلقى تبقى تفرج في النجوم، هذا النجم الفلان الفلاني، هذا النجم فلان الفلاني. وبغيت نتكلم على هذه الحقبة ديال النهضة السطاتية في السبعينات وبداية الثمانينات، خصوصا السبعينات أيام الملعب البلدي المطرب. فكانت مقابلة النهضة السطاتية اللي كانت ملي كتدخل الفرق في مدينة سطات، كانت عندنا حنا كطلبة وكجمهور محب عاشق حتى النخاع لفريق النهضة السطاتية، كانت تلك المقابلة بحال شي ملحمة، شي ملحمة وطنية. أو يعني حنا كنا كنحيروا، لأن ما عدناش باش نشريو التذكرة وندخلوا نتابعوا المقابلة ديال النهضة السطاتية. ومع الملعب صغير، كان صغير بزاف وكانت فيه الفرجة. مع ذلك هو كتشوفوا اللاعب حنون القلدة واللياقة البدنية الهائلة. كما قلت الملعب البلدي كان صغير، وكنا كنجريو من حدا الصور باغي ندخلو، ولكن ما عندنا. وحنا كنسمعوا، وكتزادنا داك الحماس ملي كنسمعوا الجمهور كيصفق او ملي كيكون مهيج بهجومات النهضة السطاتية، أو ملي كتسجل شي إصابة. وكنا كنسمعوا الشبير ديال الكرة،
يعني ملي كيشبر معاه حنون او العلاوي او السليماني او الفاكيري او بالفول، ملي كانوا كيشبروا مع الكره كنا كنسمعوا داك الشبير ديال الكره، ديك القذفه، ديك الضربه ديال الكره كانت كتسمع خارج من خارج الملعب. يعني هذه ما كنبالغش فيها، ورا الجمهور السطاتي اللي عاصر النهضه السطاتيه في العز ديالها وفي المجد ديالها، راه يمكن ياكد ذلك. اللاعب حنون لاعب سمي بالعود لانه كانت عنده لياقه بدنيه هائله والقذفات القويه، وكان مرعب الحراس، وكان اختير ضمن المنتخب الوطني المغربي سنه 1980 اللي كان شارك في تظاهرات كاس افريقيا بنيجيريا، واللي كان احتل فيها الصف المنتخب الوطني المغربي الصف الثالث، وبالتالي نيل الميداليه النحاسيه. وكان شارك حانون في بعض المقابلات هناك، وكان أبل البلاء الحسن إلى جانب اللاعبين المغاربة أبتل الزاكي وبودربالة عزيز الديدي الله رحمه والظلمي وعبد اللطيف حمامة وجمال جبران واللائحة. فريق النهضة السطاتية مرة أخرى كانت سائلوا علاش المسيرين ديال الشأن السطاتي ما خلقوش شي متحف لهؤلاء النجوم، باش يبقى الجمهور السطاتي، الجماهير ديال الأجيال الحالية، باش تدخل وتعرف على صور ولو صور لهؤلاء العباقرة اللي كانت نجباتهم النهضة السطاتية. أظن أن خلق متحف ليس بالمطلب الكبير، وبإمكان مسيري الشأن الرياضي في مدينة سطات خلق هذا المعهد لتذكر الأجيال اللي سبقات وكانت يعني مشاهير ديال النهضة السطاتية، خصو متحف باش هاد الجماهير الحالية تعرف على نجوم اللي ما عايشتهاش في ذلك العصر الذهبي والزمن الجميل. حنون لاعب كبير، وانتم ما كتشوفوا اللياقه البدنيه الهائله وطول القامه الفارهه، ويعني ما بقيناش كنشوفوا بحال هاد اللاعبين اللي كيمتازوا باللياقه البدنيه الهائله والقذفات القوية. وفريق النهضة السطاتية نجيب الكثير من النجوم والمشاهير اللي غادي نتكلموا عليهم، تكلمنا على البعض وبقي لنا البعض، باقي ما تكلمناش على آخرين، وغادي يجي الوقت فاش غادي نتكلموا عليهم. فريق النهضة السطاتية يعني في الذاكرة، وأي جيل من تلك الأجيال وانت كتجلسوا كيجبد لك المعطي، كيجبد لك سليماني الله يرحمه، كيجبد لك الكباري الله يرحمه، كيتكلم لك على الحارس البهلاوي، على الحارس رونق، على اللاعب الفول، على دريس، على عيل الحياة، على محاسين، على الإخوان بودراع عمر والزعيم، وعلى القوشي، وعلى حنون، وعلى يعني اللائحة طويلة، على المرحوم فلاحي الله يرحمه وشعيب، حتى هو لاعب كان كبير وكان لاعب وسط ميدان متميز. هي النهضة السطاتية يعني كما كيسميوها النهيضة، مشى زمان النهيضة، مشى بدون رجعة، وحنا يلاه كنقلبوا الصفحات والصور باش كنجدوا الماضي بالحاضر، وكنتذكروا الزمن الجميل لمدينة سطات وللنهضة السطاتية، اللي مع كامل الأسف النهضة السطاتية ما بقيناش كنشوفوه في الزمن الحالي. وحنا كنتمناو الصحة والعافية وطول العمر للاعب حنون